كميات كبيرة من المواد المخدرة تم العثور عليها في أحد الأبنية في حي الجمهورية شرقي قضاء طوسخرماتو 200 كيلومتر شمال بغداد في عملية مشتركة لقوات الرد السريع وشرطة القضاء وقيادة محور الشمال للحشد الشعبي. أولا نشكر جهود الداخلية وفوج السابع فوج الطوارئ طوز على مساعدته والسهمة بعثورنا على مواد مخدرة وأدوية مخدرة ومكبسلة. منطقة الحادث هي منطقة الجمهورية أي شرق طوز ضمن عمارة من طابقين. سنقوم بفتح دعاوى ونشر شكاوى في المحاكم ضد هؤلاء لأنهم معروفين للمسلمين. هذه العملية كانت أولى النتائج الإيجابية التي تلت وصول قطاعات الرد السريع إلى القضاء والذي كان مرحبا به من قبل الأهالي والإدارة. أهالي طوسخرماتو طالبنا عدة مرات من القائد العام للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات إلى طوسخرماتو لأن هذه المدينة تتعرض تكاد تكون يومية إلى قصف بالهاونات من قبل الانفصاليين. منذ أمس وإلى اليوم المواطن التوزراوي في طوسخرماتو بدأ يشعر بأن هناك أمان، هناك قوات، هم رحبوا به. لقينا هنا تعاون المواطنين، احنا جينا هنا لفرض القانون واستتباب الأمن وإن شاء الله موجودين. بالبداية نشكر الحشد الشعبي وتعاونهم ويانا، قاموا بالواجب الحمد لله والشكر، ما واجهنا أي مشاكل، مجرد أنه فرض قانون. بينما القوات المتواجدة سنة الرد السريع ما أبيهم أي قصور، هم متعاملين بشكل صحيح وتفتيش من اعتيادي عادي، يعني ما حد متأذي من عندهم. زين هسه الأوضاع زينة تقريبا، هنا بدوس أوضاع زينة صارت حيل زينة صارت بفضل القوات الأمنية هاي الجديدة جتنا. جدير ذكره أن أهالي طوسخرماتو لطالما ناشدوا الحكومة على فرض القانون فيه، مشيرين إلى انتشار العصابات التي تروج لمثل هكذا مواد والتي فعلا راح ضحيتها العشرات من الشباب، ولعل هذه الخطوة كانت فاتحة للخير والقادم سيكون أفضل. من قضاء طوسخرماتو جودة العسافي، قناة الرشيد الفضائية.